السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. فيديو جديد وكتب كتاب جديد لمغتربة في فرنسا، مش عارف كتب كتاب مين والناس نايمين اللي مغتربة في فرنسا مصممة تلاعب متابعينها، واحنا لسه خلصنا من ورقة الطلاق بتاعت طليقك، احنا لسه ما خلصناش منها وما لسه ما خدناهاش. هنخش في كتب كتاب ومواعيد كتب الكتاب، وهنجيب الدبل وهنظبط امورنا وهنتجوز في مصر ونجيب الذهب في مصر، لسه كل الحاجات دي لسه مش وقتها خالص. انا النهارده الفيديو بتاع النهارده كان فيديو حلو وكل حاجه، بس كان فيه بعض التعقيبات على اللايف الكارثي اللي من وجهه نظر الكارثي، لان في حاجات كتيره هنقولها وبجد مش هجامل، والناس اللي بتقول لك بتطبل مش هنطبل، والله شفنا غلط هنطلع ونقول غلط، شفنا صح بنطلع ونقول صح وبنشيد بيه، ما عندناش كلب مكيالين، شفنا حاجه بنطلع وبنتكلم فيها. المهم هنخش على اللايف، لان اللايف بالنسبه لي اخطر من الفيديو اللي نزل. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه، وزي ما اتعودنا معلش المقدمه طولت شويه، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي جنوب لبنان وفي سائر الوطن العربي، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما بقول لك لايف مغتربه في فرنسا من وجهه نظري لايف كارثي، عنوانه كيمو رجع من تاني وللاسف الشديد. يا بنت اسكتي عشان ابوكي بيعمل فيديو، معلش مفيش احترام اليومين دولت، الاب يتكلم البنت صوتها تعلى عليه، مفيش في احترام. المهم نرجع لموضوعنا، اللايف الكارثي اللي انا بقول لك عليه من وجهه نظري انا واللي انا شايفه، ان مغتربه في فرنسا قالت لك انا نهيت العلاقه، خلاص علاقتي بكيمو انتهت، علاقتي بكيمو خلاص محدش يسألني عليها تاني، كل واحد فينا راح لحاله. هي ده كلامها، قالت لك كل واحد فينا راح لحاله. انا دلوقتي انا وكيمو صعب نتجوز لعدة اسباب. يا نهار ابيض، الموضوع وصل لعدة اسباب مش سبب واحد. قالت لك اه، وقلت بقى بلا رجالة بلا قرب بلا وجع دماغ بلا هم بلا طين، احنا ناقصين وجع الدماغ ده كله. صدق طبعا، ازاي وحصل امتى ما تعرفش. المهم مدام هناء عملت سلسله فيديوهات عن الموضوع ده، بلا هم بلا قرف بلا وجع دماغ، انا مش عايزاه، انا نسيته، انا 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 لحد ما الحديد اتنى. كيمو خان يا جدعان، ليه يا عم كيمو خنته؟ ولو تفتكروا كيمو او يعتبر قالت لك ايه، كيمو غدر بيا، كيمو خني، كيمو حبي انا، انت فاكرين انتوا الفيديو ده واتكلمت عليه وقلت لكم ما ينفعش خيانه كيمو مع حبي انا، واتكلمت فيها في النقطه دي، هي نفس الطريقه، كيمو خني، كيمو غدر بيا، كيمو طلع متجوز وعنده اولاد. يا نهار ابيض، هي حصلت الموضوع ده؟ قالت لك اه. ودي بقى نقف عندها شويه كده، بدل ما الراجل طلع متجوز وعنده اولاد نقف عندها شويه. انا عارف ان انتوا هتسابوني، يا عم ما طلعش متجوز الراجل حلف ما طلعش متجوز، ماشي، بس نقف عند النقطة دي شوية كده علشان نعرف نحلل الموقف بالظبط. المهم زي ما بقول لك كده، مغتربة في فرنسا، مدام هناء عرفت منين إن كيمو متجوز؟ يا عم دي في جات لها رسالة من واحدة من متابعينها، بعتت لها رسالة، ممكن تكون على الخاص، المهم إنها بعتت رسالة ليها وجات لك رسالة. طيب ربنا بيقول لك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. جالك نبأ بشيء مش تتأكدي منه الأول؟ أطلع واتهم الراجل وأعمل عليه سلسلة فيديوهات وخليت المتابعين يطلعوا يشتموا فيه، ده ما كانش كويس، ده كان ده كان وكان ومان. طب وليه ما نتأكد الأول؟ مش أي حد يقول لك على حاجة تصدقيها. طيب أنت عندك ثقة في الست اللي بعتت لك الرسالة؟ آه طبعًا عندها ثقة، مادام طلعت واتكلمتي بواحدة واثقة فيها، إزاي؟ إزاي تثقي في حاجة أنت ما شفتهاش بعينيكي؟ فين الدليل على حاجة زي كده؟ ما لازم يكون في دليل، ما ينفعش إن أنا أخلي أي حد كده يطلع ويتبلى على حد ويقول على حد اي كلام وخلاص. كل ولا انت بقى، انا عايز اقول لك يا مدام هناء، ان كل ما حد يقول لك حاجه انت بتصدقيه، اي حد يقول لك على اي حاجه بتصدقيه، وده مش صح.
برضو واحدة قبل كده تفتكروا انتوا لو في الفيديوهات القديمة، واحدة كده يعني قالت لها ان محمد عراقي ده بيشتم عليكي، ده بيقول عليكي، ده بيعمل وبيسوي وعمل وعمل وعمل. مدام هناء من غير ما تتأكد ومن غير ما تشوف ومن غير ما تعمل حاجة، اعمل بلوك، اعمل مش عارف ايه، ده وحش، ده كان. هي ست كتر خيرها طلعت واتكلمت في الموضوع ده وكتر الف خيرها، وبرضه اعتذرت في حاجه زي كده، وانا قبلت اعتذاره، وما فيش اي مشاكل خالص ما بيننا، وهي يعني يعتبر على راسي، ما فيش عنديش اي مشاكل مع حد، ماشي. بس ما نتسرعش في اخذ القرارات، متسرعه جدا مغتربه في فرنسا في قراراتها، بتتردد وتتسرع وتنتشر وتتوغل بطريقه فظيعه. معظم قرارات مغتربه في فرنسا من وجهه نظري بتبقى خاطئه قولا واحدا. معظم القرارات ليه؟ لانها بتاخدها بتسرع، ما بتقعدش وتفكر وتوزن الكلام مع نفسها شويه. حاولي تتعلمي من الاخطاء القديمه، الاخطاء السابقه، في حاجات كتيره. انت خلاص بقى ابتديتي بتتعلمي، بس خلاص كتر التكرار بيعلم الشطار. خلاص في اخطاء قبل كده واتعملت، خلاص انا اتعلمت منها، مش هكررها تاني واقع فيها. لا انت تظلمي حد، ولا حد يظلمك، ولا انت تقولي على حد كلمه، ولا حتى تتصدمي في حد. يعني انت اتحسيتي ان انت اتصدمتي وبعد عني وخلاص، وانا عايشه في وحده وانا تعبانه وانا ملاش لازمه. بالنسبه لموضوع الضحك الهستيري اللي احنا كلنا لاحظناه في اللايف، وكتير من المتابعين او من القنوات اللي ممكن تعارض مغتربه في فرنسا، وانا شايف ان ده هيبقى حقهم، لان في ضحك هستيري، في ضحك زياده على زي. يا جماعه ده من الناس المتابعين التانيين، لا ده من الفرحه، حتى لو كان من الفرحه التانيين يقول لك لا بص على سنها، فهتبقى فيه ما ينفعش. ست كبيره، ست ناضجه، ست بتعرف تحافظ على نفسها، يبقى ما ينفعش انها تقعد تضحك بطريقه هستيريه. يا عم دي فرحانه، دي عريسها رجع لها. كل واحد بيبص بالمنظور بتاعه، فبلاش يكون امام الكاميرا الضحك الهستيري. الطريقه اللي مثلا الكلام نفسه اللي حصل، اللي انا هطلع برضو اتكلم معاكم فيه، لان حاجه مهمه جدا جدا. في حاجات ما ينفعش بتبقى شخصيه، ما ينفعش انها تطلع امام الكاميرا. ما احنا كلنا بنفرح وبنضحك وبنضحك بطريقه وبنكركر كمان، بس امام الكاميرا بيبقى في اتزان، في عقل، في مخ ثابت كده وهدوء، عشان اعرف اتعامل مع متابعين. ما نقولش ان احنا لا، ده احنا بنتعامل مع متابعينا فده زي اخواتنا واهالينا ومش عارف ايه، بس لازم، لان انت في طول ما انت عارف ان انت معمول عليك منظار، وفي ناس مركزه عليك قوي من القنوات ومن المتابعين المعارضين ليك، يبقى انا لازم اطلع ايه، هادي عاقل راسي امام الكاميرا، عشان الكل والكل اللي انا بقول لك عليه. طيب بالنسبة لبوكيه الورد، أنا طبعا مش هعلق عليه، لأن دي طبعا أنا من وجهة نظري شايف حاجة كويسة جدا جدا، وإهداء من حبيب لحبيبته، ده أمر طبيعي، فمش هعلق عليها، لأن دي حاجة بتبقى كويسة وهدية بتبقى جميلة، وأي ست في الدنيا بتسعد أو بتتسعد لما تلاقي مثلا خطيبها، جوزها، حبيبها داخل عليها بهدية جميلة كده كده. ولو بوكيه ورد طبعا، والبوكيه الورد معروف الورد الأحمر كمان بيدل على الحب يعني، فدي مش هعلق عليها خالص، لان دي انا شايفها ما فيهاش ادنى مشكله. طيب جيب كيمو غاب عن مغتربه في فرنسا 7 ايام وما سالش فيها وبعد عنها، والناس كلها كانت عايزه تعرف ايه السبب. مدام هناء طلعت قالت اسباب، لكن ما كانتش مقنعه، لكن الراجل طلع واتكلم دلوقتي، ودي حاجه كويسه انه طلع ويعتبر بيدافع عن نفسه. انت ليه يا عم غبت 7 ايام عن مغتربه في فرنسا او مدام هناء؟ الراجل حس لما شاف الرساله اتبعتت له، انت متجوز ولا لا؟ ايه ده، انا متجوز ولا لا؟ طب ما انا قايل لمغتربه في فرنسا ولا قايل لهناء ان انا مش متجوز. طب انت عندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. طب ايه يا ست، في ايه؟ انا قلت لك انا الحاجات دي كلها ما عملت، يعني خلاص لا انا متجوز ولا عندي اولاد. فمن وجهه نظره هو ومن احساسه هو، الراجل حس باهانه شديده من ناحيته، شايف ان مغتربه في فرنسا ما بتثقش فيه. انا قلت لك ان مفيش جواز يبقى مفيش جواز، انا ما عنديش اولاد يبقى ما عنديش اولاد، فلازم تثقي فيه.
طبعا الراجل زعل منها وده امر طبيعي ان هو يزعل منها، فمفيش نقاش. طبعا انتوا سامعين صوت الست حور عامل دوشه عليا، بس معلش بعد التصوير هوريكم حور دي. المهم فطبعا امر طبيعي الراجل يزعل منها، لان حاسس ان الست اللي انا يعتبر بحبها دلوقتي وهرتبط بيها ما بتثقش فيا. وبخصوص الثقه دي، ده احنا عندنا هنكمل فيديو حكايه والله، ومش عايز حد يزعل مني، بس احنا بنتكلم بما يرضي الله. طبعا مدام هنا هي افتكرت ان الكلام طبعا الحقيقي بخصوص الزواج، لانه ما ردش على الرساله بتاعتها، وهو طبعا زعلان منها لان حاسس انها ما بتثقش فيه. ففي كده زي ما بيقولوا اختلاف في الراي، في اختلافات، في امور كده لسه ما وضحتش ما بينهم وما بين بعض. المهم الراجل سابها تفكر شويه، راجل عاقل، راجل رزين، راجل بيفكر بدماغه شويه كده وبهدوء. فراجل سابها شويه لما قالت له انا مش عايزاك وخلاص، واحنا عايزين نبعد عن بعض، وان خلاص الجوازه دي مش هتتم، والحوارات اللي احنا عارفينها دي كلها. طبعا راجل زي ما بقول لك راجل عاقل، سابها شويه لحد ما تهدى وتاخد قرارها بهدوء، وده كلام الناس العاقلين اللي محدش يختلف معاكم فيه. طيب نقطة مهمة بقى حابب ان انا اتكلم فيها، مدام هناء من وجهة نظر انا شايف ان عندها مرض الشك. ازاي؟ شايفها ما بتثقش في اي حد، في اي حد قولا واحدا. مدام هناء ما عندهاش ثقة في اي حد، من كتر الازمات اللي مرت بيها ما عندهاش ثقة في اي حد، حتى في اقرب الناس ليها، لانها من واضح ان ده تحلفه حلفان ده رهيب، ده لسه هنتكلم معاكم فيه. فمن واضح ان هي ست ما عندهاش ثقة في اي حد. وليه برضو زي ما بقول لك تعقيب بسيط على موضوع الرسالة اللي بعتها كيمو لمدام هناء. طيب ليه بعد سلسلة الفيديوهات اللي عملتيها خلاص الموضوع اتفركش والموضوع انتهى والموضوع خلاص انا مش عايزاه وانا 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 وانا؟ اول ما جات لك الرسالة انا من وجهة نظر انا وبما اني خبير متخابر في النقطة اللي انا هكلمك فيها دي، انت ما استنيتيش لحظة. انت بتقول انا استنيت، لا انت ما استنيتيش لحظة يا مدام هنا، مفيش انتظار. ليه انا بقول لك كده؟ لان اول ما جات لك الرسالة انت ما صدقتيش نفسك، يعني خلاص ده انا الدم خلاص هينط من وشي. ورديتي طبعا زي ما بقول لك رديتي على طول، وما فكرتيش حتى بعقلك، ما فكرتيش بأي حاجة غير ان هو بعت لي الرسالة فانا هكلمه على طول واشوف ونتقابل انا وهو، والحاجة اللي عايزها انا خلاص انا موافق معاك فيها. وزي ما بقول لك مدام هناء متسرعة جدا وده امر طبيعي. حسيت بقى في اللايف الجميل ده ان مدام هناء بتحاسبه على غيابه، بتحاسبه حساب الملاكين. انت ما كلمتنيش ليه؟ انت ما سالتش عليا ليه؟ انا كنت بعمل عمليه، ما كلمتنيش ليه واطمنت عليا؟ ما ردتش ليه على الرساله اللي انا بعتها لك؟ كان المفروض ترد عليا وتفهمني ايه اللي بيحصل. طب انت 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 طب وانت عملت ايه يا مدام هناء؟ ده انت عملت عليه سلسله فيديوهات، الغدار الخاين اللي 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 انت امر طبيعي. ومين المفروض اللي يحاسب مين؟ هو يحاسبك على الرسالة اللي انت يعتبر اتهمتيه فيها، ولا انت اللي تحاسبيه على غيابه؟ هو مين اللي يحاسب مين يا مدام هناء؟ الراجل بالامانة الشديدة بجد من وجهة نظر انا شايفه راجل غلبان جدا جدا، راجل طيب. مدام هناء قوية شوية عليه، ودي محدش يقدر هينكرها. صوتها حتى عالي عليه، صوته هو هادي، هي صوتها عالي، هي بتتكلم معاه بجرأة، هو بيتكلم على استحياء، يعني بص هي قوية عليه. كيمو حبيبي قول لي انت متجوز؟ الراجل رد قال لها لا. طب عندك اولاد؟ لا. طب احلف. طبعا المتابعين بقى انت فاهم خدت منهم الكلمه، طب احلف، احلف ان انت متجوز ولا مش متجوز، طب احلف ان انت عندك اولاد ولا ما عندكش، خلي بالك انا هروح اسال عليك في السفاره. ليه كل الكلام ده؟ مفيش اي ثقه كده. انا من وجهه نظري شايف ان حتى وقتنا هذا مغتربه في فرنسا ما بتثقش فيه وقلقانه منه وحاسه ان في حاجه غلط. يا ستي بلاش الجوازه دي خالص، ما دام ما عندكيش ثقه فيه بلاش منها وريحي دماغك. يعني هو الراجل جالك صراحه مع بعض، انا واحد من الناس لو كانت قال لي كلام زي كده انا كنت عمري ما هوافق على الجوازه دي.
لو اي حد تاني اتقال له نفس الكلام ده عمره ما كان هيوافق على الجواز. انت متجوز، طب انت عندك عيال، طب احلف، طب انا هروح اسال عليك في السفاره، طيب انا مش عارف ايه، انا ليه كل الكلام ده؟ لازم يكون في ثقه في البني ادم اللي انت هتتجوزيه، انت هتسلمي له نفسك. يعني انت هتسلمي له نفسك بما يرضي الله وبما احله الله، يعني في الشريعه الاسلاميه. يبقى ما ينفعش تبقى ما فيش ثقه خالص. الحياه مبنيه على الثقه. انا شايف من وجهه نظري يحصل مشاكل كبيره جدا 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 بعد الجواز. هيحصل كتير، هيحصل كتير بمعنى كلمه هيحصل كتير. في ناس شايفه او متابعين شايفين ان هي لما بتخرج بتفتح اللايفات او بتعمل فيديوهات وانها ما بتستمتعش بحياتها ومش عايشه حياتها، وده عندهم حق فيه. يعني انا شايف انت خارجه بتخلصي قرارات مهمه في حياتك، ابعدي عن اللايفات، ابعدي عن الفيديوهات، ابعدي عن تسجيل اي حاجه دلوقتي، وعيشي اللحظه اللي انت عايشاها. خدي قراراتك بكل هدوء، اقعدي كده وعيشي حياتك صح. استمتعي بالحياه اللي انت عايزه تعيشيها، استمتعي بالخروجه اللي بتخرجيها. الراجل هيزهق من كتر التصوير، هيزهق من كل شويه تعالى نشوف المتابعين بيقولوا ايه، تعالى مش عارف نعمل كذا، تعالى نعمل كذا. الراجل هيزهق، هيمل، هيحس بجد بملل. انت بتكلميني انا ولا بتكلميهم هم؟ طب انت معايا ولا معاهم؟ في حاجات كتيره قوي نخلي بالنا منها واخطاء ممكن نقع فيها. خلي دايما تصوير الروتينات واي حاجه خاصه بالبيت والمطبخ والحاجات اللي بتتعمل عامه في البيت، خليها دايما مع متابعينك كده لما تبقي انت لوحدك معاهم. وخلي حياتك الشخصيه بعيده خالص عن اي حد. عيش اللحظه بتاعتك، اضحكي وهزري والعبي واعملي اللي انت عايزاه، بعيد عن اي تصوير وبعيد عن وجع الدماغ. الراجل هيحس انك بتتكلمي مع المتابعين اكتر ما بتتكلمي معاه هو. وانا شايف كده، كلام مع المتابعين اكتر من الكلام مع الشخص نفسه اللي انت هترتبطي بيه. حتى لو انت اتكلمتي معاه زي ما قلت في الفيديو الاخير، قلت انا اتكلمت معاه وكنا بنتكلم مع بعض، بعد كده لما خلصنا كلام قلنا بقى نفتح يا ستي استمتعي باللحظه بتاعتك، عيشي حياتك، اضحكي وهزري واتكلمي، محدش هيطلع ينتقدك، لان كل حاجه دي خلف الكواليس محدش يعرف عنها حاجه، وعيشي حياتك صح. انما هو هيجي عليه وقت وهيزهق، هيجي عليه وقت وهيمل. انما قبل الجواز ماشي، او انت عارفين طبعا اي اتنين في الدنيا قبل الجواز، بعد الجواز الدنيا بتختلف. تحس ان انت مش معاه، مش فاضياله، مش بتقدريه، مش بتعملي، مش بتسوي الحاجات دي كلها. مدام هناء برضو من ضمن الحاجات اللي ضحكتني جدا لما بتقول له يعني ايه بحبك، قول لي يعني ايه بحبك، اللي يقول لي يعني ايه بحبك. انا عارف ان انت عارفاها، بس ليه تعلقي عليها؟ جيتيم، جيت الدوغ، اي حاجه، اي كان الكلام عامه اللي ممكن يتقال، بس ايه يعني ايه كلمه بحب؟ طب ولازمتها ايه؟ يعني ما دام هل عايزه تجلطني بجد والله عايزه تجلطني بمعنى كلمه تجلطني. جيبي عيله كده في سنه اولى ابتدائي كده وقولي لها بحبك يعني ايه؟ هتقدم لك قاموس من المعرفه. والله بكلمك بجد، اسأليها بس السؤال ده كده، هتلاقيها بتقدم قاموس من المعرفة عن كلمة بحبك. فما ينفعش حتى دي تسأليها أو تعلقي عليها أو تردديها حتى. مين قال لك إن أنا عايز أتجوز؟ مين قال إن أنا عايز أتجوزك؟ يا نهار أبيض، مين قال لنا؟ ده باين على وشك، ده باين على تعبيراتك، ده باين على عينيكي، ده باين على طريقتك في الكلام، ده كل الحاجات دي تبين. يعني هو لو راجل كده ما يفهمش في اي حاجه هيقول لك على الحاجات دي كلها. ده انت نفسك مين قال لك ان انا عايز اتجوزك؟ طريقتك في الكلام، ضحك وهزار، كلام بتعبيرات وشك، الفرحه باينه في عينيك قوي زياده عن اللازم، ده كله. ومين قال لك ان انا عايز اتجوزك؟ امال بعد ده كله هو مش هيبقى فيه جواز؟ والله انا اتعب. ده المتابعين يجي لهم سكته قلبيه. يعني ايه يعني بعد ده كله؟ المهم ده يعني ايه نبذه بسيطه عن بعض الاخطاء اللي وقعت فيها مغتربه في فرنسا. الناس شايفاني ان انا مثلا بتكلم معاه بادب شويه لان هي دي طبيعتي، وان انا بحب ان انا اقل ادب على اي حد. وان كنت اخطات قبل كده فانا بعتذر طبعا للناس المحترمه اللي بتسمعني. جيت في نهايه الفيديو
طبعا لسه ما اديناش بقى اللايك الجميل كده في نهاية العرض الاول، يدينا اللايك الجميل بارك الله فيكم، ما تنسوش التعليق اذا كان ايجابي او سلبي، عامة اختلافنا في الرأي لا يفسد للود القادمة، ما بمسحش تعليقات، بقرا كل التعليقات اللي بتجيلي. عايز اقول برضو ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، وربنا ينصرهم على اعدائهم، وربنا يوحد كلمة اخواتنا في السودان، ربنا ينصر اخواتنا في لبنان وفي اليمن وفي سائر الوطن العربي، اللهم امين يا رب العالمين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.